عليه أن يكون كتاب الله جل وعلا عندك في بيتك وبين يديه، قد علاه الغبار. عار عليه أن لا تقبل على كتاب الله إلا إذا أصابتك المصيبة، وإلا إذا لوي منك خلف الظهر الذراع. عار عليه أن لا تعود إلى الله إلا إذا مرضت تعجزت. عار عليه أن لا تلتفت إلى نعمة الله عليه. عار عليه أن تجعل القرآن خلفك ظهريا ثم لا تنظر فيه مصبحا وممسيا. عار عليه أن لا تكون فاقها لصورة قصيرة في كتاب الله جل وعلا. عار عليه أن لا يقوم لسانك بكلام ربك جل وعلا. عباد الله، ينبغي علينا أن نفيق، وينبغي علينا أن نكون عاقلين، ينبغي علينا أن نكون واعين، لأننا إذا لم نحرص على صالحنا نحن، فلن يحرص على صالحنا أعداؤنا، وإذا لم نحمي أعراضنا نحن، فإنه لا ينتظر من أعدائنا أن يصونوا أعراضنا، وإذا لم ندافع عن ديننا نحن، فإن الله جل وعلا لن ينزل نصرة من السماء إلا إذا استبدلنا وأذهبنا ظاهرا وباطنا. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إلى متى ضياعكم؟ إلى متى خنوعكم؟ إلى متى ذلكم؟ إلى متى قعودكم؟ إلى متى رقودكم؟ إلى متى هذا السبات عباد الله؟ والقرآن المجيد يقرع آذان القلوب في الصباح وفي المساء وما من مجيب. والنبي يشكوكم إلى ربه، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. تفقهوا في كتاب الله، ولا تدعوا يوما يمر من غير أن تنظروا في القرآن العظيم.